بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، هناك إشارات رقمية رائعة في سورة مريم، هذه السورة العظيمة في القرآن التي اختار الله لها الرقم 19. حقيقة الفيديو الذي قمنا بنشره بعنوان شفرة سورة مريم ضغطنا فيه كمية كبيرة من المعلومات ولم يكن واضحا بما فيه الكفاية، فصدرت بعض التساؤلات عند بعض الإخوة. أحببت أن أوضح بعض النقاط من خلال عدة فيديوهات، لن أطيل عليكم إن شاء الله. أولا أيها الأحبة، القرآن الكريم فيه سورة واحدة رقمها 19، اختار الله أن تكون هي سورة مريم، وهذا الاختيار له يعني حكمة عظيمة. فالله تبارك وتعالى عندما أنزل سورة المدثر أنزل فيها الرقم 19 في بدايات الوحي، نزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تبارك وتعالى: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19، يعني 19 هم عدد ملائكة العذاب. ثم قال تبارك وتعالى في الآية التالية مباشرة: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. دعونا هنا نبحث عن هذه الآية، أنا فقط كتبت ليستيقن فظهرت الآية. إذن الله تبارك وتعالى، دعونا نعرض الآيات. يقول تعالى: عليها 19، عليها 19. الآية التالية: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. كأن الله يريد أن يقول لك إن العدد 19 سيكون فتنة لأولئك الملحدين، سيستهزئون، سيقولون: ماذا أراد الله بهذا؟ مثلا ما هذه الأرقام التي لا معنى لها؟ هكذا طبيعة الكافر أو الملحد أو الذي في قلبه مرض. ثم قال: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. إذن أيها الأحبة دققوا جيدا هنا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. في بداية الوحي الله ينزل رقما هو 19 يخاطب به أهل الكتاب، ثم نكتشف بعد ذلك أن السورة التي تهم أهل الكتاب وتتحدث عن أهل الكتاب وتتحدث عن التحريف الذي أحدثوه في كتبهم، أن جعلوا المسيح عليه السلام ابنا لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى في سورة مريم: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فتعالى الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد، حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني انظروا إلى أن النبي كان يتقبل الآخر عكس ما يتهمه أعداؤه أنه كان يأمر بقتل الآخرين، يستخدم العنف ضد الآخرين. ماذا قال؟ الله أمره أن يقول في القرآن: قل إن كان، يعني قل يا محمد، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يعني لو أن الله كان له ابن بالفعل سيكون إلها مثله سبحانه وتعالى، فأنا أول من يسجد ويعبد هذا الابن، ولكن هذا غير موجود سبحانه وتعالى، سبحانه أن يكون له ولد. فهذه القضية ركز عليها القرآن في سورة مريم، وأنبأنا أن المسيح هو كلمة الله، هو روحه، هو معجزة بحد ذاته، ولادته معجزة ورفعه إلى السماء معجزة،
وعندما أنجاه الله بطريقة عجيبة من الصلب والقتل، وقال تعالى وما صلبوه وما قتلوه، أيضا فيها إعجاز. وعندما أحيا الموتى أيضا الله أعطاه معجزات إحياء الموتى، وكان يشفي الأكمه والأبرص، وكان يعني الله أعطاه معجزات كثيرة. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام لم يعطى مثل هذه المعجزات المادية الملموسة. يعني أكبر دليل أيها الأحبة أن هذا القرآن هو كلام الله الحق، أن النبي لو كان يريد أن يؤلف القرآن ويكذب على الله، حاشا لله تعالى، لماذا لم ينسب هذه المعجزات لنفسه؟ لماذا ينسب المعجزات للمسيح عليه السلام؟ لماذا النبي لو كان كاذبا كما يدعون يعني، لماذا جعل كل الأنبياء مطهرين، جعلهم أطهار أبرار، على عكس ما يسمى بالكتب المقدسة التي حرفت وشوهت صورة هؤلاء الأنبياء عليهم السلام؟ إذن هذا دليل مادي على أن القرآن ليس من تأليف بشر، إنما هو كلام الله تبارك وتعالى. وبالتالي هذا الإله العظيم الذي أنزل آية عليها 19 وخاطب بها الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا ماذا؟ ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، انظروا أيها الأحبة، إذن ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، مرة ثانية انظروا إلى التأكيد، أكد مرتين، والمؤمنون أيضا، ليصرف عنك أيها المؤمن أي شك أو ارتياب. يعني اليوم كثر المشككون، كثر الذين يعني يضعون هذه المقاطع على الإنترنت ليشككوا الناس بعقيدتهم، بدينهم، بأن القرآن محرف، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يكذب على الله إلى آخره. فتأتي هذه المعجزة لتثبت المؤمنين. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، ماذا أيضا؟ وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذه عبارة مهمة أيها الأحبة، دققوا معي، أنا سأحدد هذه العبارة من ميزات برنامج هذا، أنصح الجميع بتحميله والاستفادة من عجائبه. أنك عندما تقوم بتحديد أي جملة أو كلمة أو عبارة أو آية، يعطيك هنا عدد كلماتها أو عدد حروفها مباشرة. يعني مثلا وما يعلم جنود ربك إلا هو، حددت أنا هذه العبارة، انظروا أيها الأحبة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، انظروا، سبع كلمات، 1 2 3 4 5 6 7 و19 حرف. لاحظتم الآية تتحدث عن العدد 19، عليها 19، هم جنود الله، هم ملائكة العذاب. ثم عندما عبر القرآن عن هؤلاء أنه وما يعلم جنود ربك إلا هو، استخدم 19 حرفا بالضبط، 19 حرفا بالضبط أيها الأحبة. هذا يعطيك أن هناك شيء يتعلق بالعدد 19، وختم الآية بقوله وما هي إلا ذكرى للبشر. إذن هذا الرقم 19 هو ذكرى لكل البشر، الملحد والكافر والمؤمن يزداد إيمانا، وأهل الكتاب يستيقن ولا يرتاب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الذي خاطب أهل الكتاب بلغة الأرقام ولغة العلم، هذا أكبر دليل على أنه لم يستخدم العنف ضد أحد. لو أراد أن يستخدم العنف لماذا منذ بداية الوحي
يستخدم لغة اليقين ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، يريد أن يبعد عنهم الريب والشك ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. لذلك أيها الأحبة، نحن عندما ذهبنا إلى سورة مريم وجدنا أن رقم هذه السورة، يعني هنا سنعرض الصور، هذه السور القرآن طبعا، أنا سأكبر قليلا لكي نرى. أنا لدي السورة رقم واحد هي سورة الفاتحة، ثم البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، رقمها 7 وهكذا. دعوني أنتقل معكم إلى السورة رقم النحل 16، نفس عدد كروموزومات النحل. أيها الأحبة انتبهوا، الله عندما أراد أن يرتب سور القرآن لم ترتب باجتهاد البشر ولا حتى باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، هو ترتيب بإلهام ووحي من الله تبارك وتعالى، وأمر نبيه أن يرتبه بهذه الطريقة لحكمة ستكشف فيما بعد. يعني سورة النحل رقمها 16، نفس عدد كروموزومات النحل، وهذه فيها إعجاز عظيم تحدثنا عنه. الإسراء رقمها 17، الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج، لذلك رقم سورة الإسراء 17، وعدد الركعات المفروضة في اليوم والليلة 17 توافق طبعا. ثم تأتي سورة الكهف رقمها 18، ثم مباشرة سورة مريم أيها الأحبة رقمها 19. دققوا معي، سورة مريم رقمها 19، هل هذا الاختيار عبثا أم له حكمة؟ يعني الله عندما أنزل العدد 19 وخاطب به أهل الكتاب، ثم وضع سورة مريم في الرقم في الترتيب رقم 19، ماذا يعني ذلك؟ سأعطيكم فقط حقيقة واحدة ثم نستكمل في اللقاء القادم بإذنه تعالى. هذه السورة أيها الأحبة، انظروا هذه السورة العظيمة. فقط أنا سأقوم ب يعني عد حروف، أو دعوني في البداية أبحث عن الآيات التي تحدثت عن مريم أو قصة مريم عليها السلام. كم آية فقط؟ دعوني أعرض الآيات هنا وأذهب إلى سورة مريم. ميزة هذا البرنامج أنني أستطيع اختيار سورة معينة من هنا أيها الأحبة. نختار السورة رقم 19، هذه هنا سورة مريم، اختار سورة مريم وأضغط موافق، أعطاني سورة مريم. طبعا أيها الأحبة، أنا الآن لدي هذه الآيات، تبدأ بكاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. سأذهب إلى اسم مريم، أين ذكر؟ هنا قصة يحيى عليه السلام، الآية رقم 16 هنا أول مرة يذكر. دعوني الآيات التي قبلها ليس فيها اسم مريم أقوم باستثنائها. إذن استثنيتها، يعني حذفت هذه الآيات من الظهور، هي موجودة ولكن لن تظهر هنا. إذن بدأنا نعد، واذكر في الكتاب مريم، وهكذا ننزل حتى نصل إلى آخر مرة ذكر فيها اسم مريم، هنا ذلك عيسى ابن مريم. إذن بعد ذلك لم يذكر اسم مريم، تمام. سأقوم باستثناء الآيات التي بعد اسم مريم الأخير. انظروا أيها الأحبة، أنا لدي، دققوا رجاء، يعني الموضوع يحتاج إلى قليل من التدقيق، موضوع سهل جدا ولكن فقط تركيز. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. هذه أول مرة يذكر فيها اسم مريم، بداية قصة مريم في سورة مريم. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا.
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وهكذا هكذا حتى نأتي إلى كلام المسيح عليه السلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. هذه آخر مرة ذكرت فيها، ذكر فيها اسم مريم في سورة مريم. إذا ذكر أول مرة في هذه الآية، طبعا أنا أستخدم الزرين هوم وإند، يعني البداية والنهاية، لأتنقل من أول آية إلى آخر آية. أول آية هنا رقمها 16 في سورة مريم، سورة مريم رقمها 19. طبعا عدد كلماتها 11، حروف 41. آخر مرة ذكرت فيها، ذكر فيها اسم مريم: ذلك عيسى بن مريم. تمام أيها الأحبة، انظروا كم آية، عدد الآيات هنا، دققوا معي: 19. 19 آية. أتحدى أن يأتي أي ملحد ويثبت لي أن هذه مصادفة. أتحدى أن يثبت أي إنسان أن سورة مريم رقمها 19، وذكر اسم مريم في بداية القصة وفي أواخرها، أول مرة وآخر مرة، وكان عدد الآيات 19 بالضبط. ولاحظوا معي أيها الأحبة رقم هذه الآية ما هو؟ 34. آخر آية ذكر فيها اسم مريم في سورة مريم رقمها 34. لماذا؟ وحروفها 34. لاحظوا رقم الآية 34، حروفها 34. طيب ما هذا العدد 34؟ إذا ذهبنا لآيات القرآن من جديد وبحثنا عن اسم مريم، نكتب مريم كم مرة ذكر في القرآن؟ انتبهوا، رقم الآية هنا كم؟ 34. وعدد حروفها كم؟ 34. وهي آخر آية ذكر فيها اسم مريم: ذلك عيسى ابن مريم. لو بحثنا عن اسم مريم، انظروا أيها الأحبة، عندما نضغط هنا ابحث يعطيني 34 مرة. اسم مريم ذكر في القرآن 34 مرة. نتحدى كما قلنا لكم أن يثبت أي إنسان أن هذه الأرقام جاءت عن طريق المصادفة. طبعا هذه فقط البداية في سلسلة طويلة جدا كلها تقوم على الرقم 19. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات. في اللقاء القادم أستكمل معكم هذه المعجزة الرائعة حقيقة، والتي أنصح كل إنسان أن يطلع عليها وينقلها إلى غيره. لا تدري، قد يهدي الله بك إنسانا لا تعرفه، أو قد تكون سببا في هداية إنسان أراد الله أن يهديه عن طريقك، فيكون هذا العمل بالنسبة لك خير من الدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.